إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة، في الحقيقة هي ليست حلقة وإنما هي رسالة لأحد الأشخاص المغاربة. في هذا الفيديو سوف أتحدث بالدارجة المغربية، لكن قبل أن أبدأ حديثي سوف أشرح لباقي المتابعين العرب الذين يتابعونني من باقي الدول. فما حدث إخواني هو أن هنالك شخص معروف في الويب يدعى بسكوزا. هذا الشخص لديه قناة على اليوتيوب يقوم برفع فيديوهات للألعاب أو للمجال الذي يهواه بشغف. وما حدث هو أن هنالك طائفة من الأشخاص الذين ينتابهم البغض والحسد، لا أعرف كيف أصف هذه الطائفة من الناس، قاموا بإنشاء مجموعة على الفيسبوك للتآمر على هذا الشخص في محاولة لإسقاط قناته. وما حدث للأسف هو أنهم قد تمكنوا فعلا من إسقاط قناته. وما حدث هو أن هذا الشخص المرقب بسكوزا قام برفع فيديو يحكي فيه عن مأساته، ونزلت من عينيه دموع الألم ودموع الحسرة على ما حدث له، وقام بوضع فيديو يرينا فيه المكان الذي يعيش فيه ويشرح لنا مدى فقره، علما بأن الفقر ليس عيب، ويحكي لنا بأن الفقر والناس قد تآمروا عليه ووقفوا حاجزا أمام الوصول إلى أحلامه وتحقيق أحلامه. فمن واجبنا كأمة عربية كأمة مسلمة التضامن مع إخواننا، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم يا إخواني، نحن عرب، نحن أمة إسلامية، من واجبنا التضامن مع إخواننا في السراء والضراء. على العموم سوف أكمل حديثي باللغة المغربية. الرسالة الأولى كنوجهها للأخ سكوزا. أنا ما عرفش الاسم ديالك الحقيقي، لكن أنا نهضر معك باسم سكوزا. يا أخي، من شفت الفيديو ديالك صراحة أثر فيا بزاف، وحسيت بهذاك الشيء اللي كتحس به. الرسالة اللي غنقول لك يا أخي، في المجتمع ديالنا كاين جوج الأنواع ديال الناس. كاين الناس اللي كيعاونوك كيحبوك وكيدعموك باش توصل، وكاين الناس اللي في قلبهم الكره والبغض والكراهية، واللي كيحاول دائما يهدموك ويوقفوا في طريقك ويوقفوا في طريق النجاح ديالك. شنو اللي مطلوب منك؟ شنو الواجب ديالك؟ وانك الا طحتي اليوم نوض وقفة اكثر من الاول، كافح وما تنساش بلي حنا المغاربة كاملين معك، وما تنساش بلي كاينين الناس اللي في قلبهم الرحمة، وما تنساش حاجة اخرى هي ان الفقر عمره ما كان عيب. الفقر عمره ما كان عيب. ان شاء الله الا كافحتي وناضلتي وحاولتي تستمر في الطريق ديالك، انا اكيد واكيد بانك غادي تنجح ان شاء الله. وكنتمنى من صميم القلب انك تشوف الرساله ديالي وتسمعها. الرساله الثانيه كنوجهها للمشاهدين اللي كنت اللي كتشاهدني الان، هي ان من واجب ديالنا كعرب كمسلمين اننا نتضامنوا مع خوتنا. كيف ذلك؟ الطريقه الاولى هي بالدعاء و بالمواساة عن طريق تعليق واحد فقط تكتب فيه دعاء صالح لهذا الشخص أو تعبر له عن مدى أسفك. وبالنسبة للأشخاص اللي ميسرين الحال واللي حالهم أحسن من هذا الشخص، من الواجب ديالكم تساعدوا هذا الشخص ولو بدولار واحد في حساب ديالو، اللي غنوضع لكم الرابط ديال الحساب ديالو في صندوق الوصف. على العموم إخواني، خلاصة القول بالنسبة للإخوان العرب، أتمنى من بعض الأشخاص الميسوري الحال أن يساعدوا هذا الشخص الفقير ماديا والمسكين ولو بدولار واحد في حسابه في الباي بال، والذي سوف أضع لكم رابطه في صندوق الوصف. وشكرا جزيلا على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء.